اللي هو ار ال سي 7. ايش بقابل الار ال سي؟ ماس سبرينج دامبر. والدامبر بقابل الار. هلا في بعض سيستمز بيختلفوا، بس انا عاده بحب اخذ السبرينج بقابل ال، وال عفوا السبرينج بقابل الكاباستر، والال بقابلها الماس. في كتب بتعكس بتعكس هذا. هلا واخذنا السيستم التالي، عندي هون اندكتر ريزيستر كاباسيتر. راح افترض انه الانبوت هو في انبوت اوف تي ال، وهون ار، وهذا سي، هذا في اوت اوف تي. هلا بنحدد الانبوت والاوتبوت. راح نفترض انه الانبوت والاوتبوت هما في انبوت وفي اوت، اوكي؟ فالانبوت هو فولتج، الاوتبوت هو فولتج، مش شرط طبعا، ممكن يكون الانبوت هو فولتج هون والاوتبوت هو كرنت، هذا الكرنت اللي موجود. وراح نفترض انيشال كونديشن زيرو. راح اخذ هذا هون اي اوف تي. فلو اخذنا كي في ال، والله تحكي مع هذا الشب بس ولا راح خمسه صراحه بتهم. اخذنا كي في ال حوالين اللوب هاي. عندي في انبوت اوف تي، الفولتج من النقطه هاي للنقطه هاي بيساوي الفولتج من النقطه هاي للنقطه هاي، مضبوط؟ مشينا حوالين الكي في ال، كي في ال. فبصير عندي هون في ال اوف تي زائد في ار اوف تي زائد في سي اوف تي. فعندي الفولتج هذا من هون لهون بيساوي الفولتج هذا زائد الفولتج هذا زائد الفولتج هذا من هون. هلا محل في ال اوف تي، الفولتج عبر الاندكتر ايش؟ ايش ما ايش بتناسب؟ مع مشتقة الكرنت مضروبة في ال، فال دي اي اوف تي على دي تي زائد ار في اي اوف تي على اي اوف تي على تي ار في اي اوف تي. بعدين عندي هون زائد واحد على سي، راح اكامل هون، راح استعمل دامي فاريبل، فراح اقول هاي من زيرو لتي اي اوف تاو دي تاو. فالتاو بنسميه دامي فاريبل لانه بيختفي، والنهايه بتطلع الفانكشن بدلاله تي اللي موجوده. هلا على فرض انه عندي زيرو انيشال كونديشنز، راح اخذ اللابلاس ترانسفورم. فاللابلاس ترانسفورم راح يعطيني في اي اوف اس بتساوي اس ال اي اوف اس زائد ار اي اوف اس زائد. هلا هون ممكن اعملها باكثر من طريقه. راح افترض انه الانتجريشن هو واحد على اس، فراح اخذ هاي كانها اي اوف اس على اس في سي، تمام؟ وافترضنا انه نحن اي اوف 0 بيساوي 0 واي دوت بتساوي كمان 0، اي دوت اوف 0 بتساوي 0 واي اوف 0 بيساوي 0. ايوه تفضل. بصير اللي بدك اياه، في اكثر من طريقه. كانك تعتبر تكامل الكرنت راح اعطيني كيو اوف سي، وكيو بتكمل زي ما بدك، اي اكثر من طريقه. هلا هون راح اطلع اي اوف اس برا، راح يصير عندي هون اي اوف اس ومضروبه هون ال اس زائد ار زائد واحد على اس سي بتساوي في انبوت اوف اس من هون. وبعدين اذا قسمت راح اطلع الاس على سي برا، اس على سي، هي راح ترجع للكيو اللي حكى عنها اشرف نفس الشيء. فلو طلعت اس سي برا من هون راح يصير عندي هلا هذا مضروب في ال سي وهذا مضروب في اس. خلينا نتاكد انه بتصير مضبوطه، بتصير ال سي اس تربيع وار سي اس، وهون عندي واحد. هلا هاي اذا طلعنا عليها من هون عندي اي اي على اس كانها كيو، مش هيك؟ ايش كيو؟ مش اللي هي الشحنه. فهاي بتصير عندي هون كانها كيو كيو اوف اس، وكيو اوف اس على سي التشارج اللي موجوده في الكاباستر على الكاباسنس بتعطيني الفولتج، مش هيك؟ بالنسبه للكاباستر مضبوط، متذكرينه؟ البلانك فيسز. فهاي بتصير عندي في انبوت اوف اس بتساوي في سي اوف اس، بس في سي اوف اس ايش بتساوي؟ في نفسها في اوتبوت اوف اس. فبتصير عندي هون في اوتبوت اوف اس، وعندي هون في الداخل ال سي اس سكوير زائد ار سي اس زائد واحد. فبتصير عندي الترانسفير فانكشن اللي هي الاوتبوت على الانبوت بتساوي واحد على ال سي اس سكوير زائد ار سي اس زائد واحد. صارت علاقه ما بين الانبوت والاوتبوت. بتحب تعمل مثلا تقسم على ال سي، نقسم هون على ال سي
نقسم هاي على ال سي، نقسم هاي على ال سي، صارت هاي بالشكل اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان، مش اخذتوا هذا الشكل العام، زائد اوميجا ان تربيع. فاوميجا ان تربيع ايش اوميجا ان؟ 1/2. اوميجا ان تربيع بتساوي 1 على ال سي، اذا اوميجا ان بتساوي 1 على جذر ال في سي. ايش اوميجا تعريفها؟ اوميجا ان هي الاندامبت ناتشورال فريكوانسي، مصدر يعني كانها مصدر التوقيت في هاي السيركت بغض النظر عن الدامبنج اللي موجود. هاي الفريكوانسي، الفريكوانسي بتعتمد على ال وسي. بس فعليا انا بشوف فريكوانسي ثانيه، شو سميناها؟ اوميجا دي. اوميجا دي اللي هي الدامبت فريكوانسي، وهي سبب الاختلاف ما بين الاثنين هو وجود فانا لما بتطلع بشوف ريسبونس. اذا طلعت على سكند اوردر سيستم تذكروا دائما، اذا طلعنا على الريسبونس تبع سكند اوردر سيستم اندر دامت، ايش الفريكوانسي هاي اللي بشوفها؟ مش في فريكوانسي واضحه؟ هاي اوميجا دي. اوميجا ان وين تيجي؟ زيتا اوميجا ان هي التايم كونستنت، هي بتصير هذه الانفلوب هون e to the minus zeta omega n t. فزيتا omega n كأنها time constant لهذا السيستم. اوكي؟ مش settling time، كيف كنا نعرف settling time؟ عدد مرات واحد على زيتا omega n، متذكرين؟ يعني شوفوا المهم تتذكروه، هذا الريسبونس تبع second order system هذا إذا كان over damped ما راح يبين إشي معي، لازم يكون السيستم under damped. إذا السيستم هذا كان under damped راح يبين معي oscillation. على فكرة هاي الفترات الأوسيليشن ما بتتغير، رغم إنه الأمبليتود بتغير، هدول الأزمان هون ما بتتغير، دائما راح تضلها إيش قيمتها؟ أوميجا دي. امسك بندول واترك البندول وخليه يضل يتحرك، هذا ما بتغير، بتغير الأمبليتود بس الزمن ما بتغير. مين أول شخص لاحظ هاي الفكرة وعممها ونشرها؟ مين بعرف؟ مين لاحظ لأول مرة إنه هدول الزمن تبعهم ما بتغير حتى لو الامبليتيود تبعهم تغير؟ مين؟ لا، جاليليو 1602 كان بتطلع على شمعدان او شيء بيتحرك لهذا، لاحظ انه الفترات هاي ما بتتغير، اذا هي بقدر استخدمها كمصدر للتوقيت. اوكي ماشي، بس الانفلوب هذا عم بيصغر، عم بيصغر بسرعه قديش؟ زيتا اوميجا ان. اوكي زيتا اوميجا ان، زيتا اللي هي دامبنج كوفيشنت، اوميجا ان اللي هي الاندامبت ناتشورال فريكوانسي.